فادي عم نطشلكم الحديث، بس طبعا هذا حدث مهم ايضا. يعني ملكة جمال هيك ما عندي شيء. ملكة جمال الكون دامي لي بيترز كما ذكرت اصبحت اليوم بمطار بيروت، وهي يعني تاتي للمشاركه في هذا الانتاج الضخم هذه السنه لملكة جمال لبنان، حفل ملكة جمال لبنان اللي بتقيمه اول في وستنفذ المنتجه كارلا على جميل. طبعا هناك الاستقبال السيدة حلو ملكة جمال لبنان للعام 2020 كما نشاهد هي وصلت منذ ربع ساعة طبعا إلى صالون الشرف في مطار بيروت. لا يبدو سنطرح عليها بعض الأسئلة طبعا بس تخلص الحفلة الود الاستقبالية. Lebanon. Of course, I'm from the south of the continent, so I'm very excited to be here. And I know that I'm a